طيور الخير برعاية ترحيب جديد بطيور الخير بطيور الجنة هنا في مخيم البقعة في الأردن. طواف الخير وصلت مع عم خالد وعصومي ووليد وجنى لهذا المخيم الجميل العامر بأهله. عوائل جديدة راح نتعرف عليها اليوم في حلقة هذا اليوم. ربنا يتقبل طاعتكم وكل عام وأيامكم بهذا الشهر الفضيل. هي أيام خير مع طيور الجنة وطيور الخير. خلونا نتابع. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا الآن وصلنا إلى بيت أم عدي، وهذا البيت الطيب إن شاء الله تعالى راح نعيد عليهم ونبارك لهم بهذا الشهر الفضيل. خليكم معنا ونتعرف عن قرب على بيت أم عدي. طب لي جنى، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. الله يبارك فيكم يا رب. عندك الاكبر؟ عندي عدي وعندي عندي كمان واحد عبد الهادي، ما شاء بس عدي بالجامعه عليه. الله يحفظه. اخذ صيف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف دراستكم؟ والله الحمد لله يعني ماشي. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. هذا اصغرهم؟ هذا اصغر واحد. ايش اسمه؟ يوسف. انا بدي اسال ساره عنهم. ساره انت بتعرف موجودين كلهم؟ يلا عدي لنا مين اول شيء، مين اللي معنا اكبر واحد فينا؟ اكبر واحد يعني بالحلال. طبعا انا 17 عمري كل شوي. وجنب الاموره واللي متكتف زي كانه بالمدرسه فك ايديك اشوف. ايوه مين؟ عصوم. وهذا البطل اللي بيطلع عندكم في البيت مين؟ عيسى. ومين؟ احفظ يا عبد. اسالك ايش اسمه؟ لما دي دورك تحكي لي اسمه. عيسى. هذا عيسى. وهذا اخوك ايش اسمه؟ وانت ساري اسمه. سالي بس صوتك واطي ليه؟ انا عشان انا لاني سامعها يمكن، بس عمو خالد مو سامعك. علي صوتك، ايش اسمه؟ ساره. وانت؟ ساره. وانت انت؟ انا عمر الصعيدي. لا عمر الصعيدي صح؟ ابراهيم السلاوي. وهذا البطل ايش اسمه؟ اهلا وسهلا. والصغير يوسف. وام عدي الله يحفظكم جميعا يا رب. يا رب الله يسلمكم. يعني احنا نعتبر هذا جزء من واجبنا يعني حقيقه. هذا اول شيء التواصل، ونعتبره جزء من صله الارحام وجزء من يعني خلينا نسميه العمل الخير المنوط في كل الناس حقيقه. ويعني اسال الله تعالى يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. او سيدي ده يعني احنا اليوم جينا مبسوطين في هذا البيت اللي اهله طيبين امثالكم، وجايبين اليوم احنا باسم طيور الجنه وطيور الخير جايين حتى ننبسط معاكم نفرح فيكم. وطيور الخير هيها عم بتغرد في كل مكان. جايين اليوم نغرد كمان. ايش اليوم؟ طيور الخير هو برنامج يعني على طيور الجنه حيكون على طيور على طيور الجنه ان شاء الله تعالى بتتابعوه، ويعني من خلاله يعني نتواصل مع الناس، ويعني بنقدم مجموعه هدايا هيك للناس يعني، وهذا يعتبر الواجب ان شاء الله. فاسال الله انه يتقبل يا رب. بس بدنا ننشد. لازم تنشد. بس صوتي انا يعني خوف صراحه. لا حيسمعونا ساره وساري وساره وعيسى مع الصوم ووليد وجنى. في حدا حافظ شيء من اناشيدنا؟ اكيد. يلا ليش يا ساري؟ يلا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب. يلا ليش متكتفه انت؟ ليش متكتفه؟ بدي اسباب حالي والسوسه. يلا هي ما مسوي. يا اسناني والله من الدكتور سني ارجاني ست السوسه قاعده جوا مبسوطه بسيطه يا فسفوسه. والله لا اكل تفاح رح انسى هالحلويات رح اكل خبز وحليب ما بدنا شبس وغازات. والله كوب المعجون عندي حمل التنظيفات. يا بابا كوب المعجون عندي حمل التنظيفات. يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب. ما عاد بدي شوكولاته بس بدي اشرب الحليب السوسه نخرت بسناني
احنا اليوم جايبين شوية هدايا وشوية اشياء للبيت برضو عيدية بهذا اليوم الجميل. طبعا عيديات الاطفال ولأم عدي كمان، فنجيب الخير اللي جاي مع طيور الخير وطيور الجنة. يلا يلا تفضل اسمحوا لنا بس ان تفضل. الله يسلمك يا رب وبارك فيك يا رب. هذا التلفزيون مقدم هو والمروحة برضو، هاي مروحة نجيب لكم إياها، مقدمين من روناجرو، حليب روناجرو. هدول من ساجد كنز الأطفال ملابس، بالإضافة الطرود الغذائية هذه من فود سيتي توت كير برضو ليوسف وللأولاد الثانيين الحلوين. لا إلو. وهذه يوم عدي $300 مقدمة من عصير أوريجينال. كل عام وانتم بخير. هذه عيدية كمان، عيدية للصغار يا جنى، صارت تطبل جنى. 50 دينار كمان من فاعل خير، الله يبارك فيكم. جانا واقفي عند خالته هون، يلا واقفة على الصوم وليد، رحت واقفي عند عند الواد البطل، يلا روحي واقفي جنبه. يلا طبعا احنا من عام وانتم بخير، بنقول لكم كل عام وانتم بخير وايامكم ان شاء الله تضلها ايام خير مع طيور الجنه مع طيور الخير. وبرضه للي قدموا الهدايا هذول بنقول قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فربنا يبارك فيهم على المجهود اللي قدموه، وانتم سامحونا على التقصير، كانوا بدنا تكونوا ارتب واحسن من هيك ان شاء الله، وزيارات قادمه ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا فيكم، وتابعونا على طيور الجنه مثل ما حكينا، وان شاء الله تعالى الايام القادمه بنشوف الشباب عرسان وساره بنشوفها دكتوره ان شاء الله باذن الله. الله يحفظهم جميعا يا ربي، الله يبارك فيكم، يتقبل طاعتكم. السلام عليكم، نشوفكم على خير ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. اذا اعزائي الله يبارك فيكم، البر والإحسان مركز الإسلامي بالإحسان اللي تعاون معكم وجابوكم على البيت، الله يجزيهم يجزيكم ألف خير إن شاء الله. الله يبارك، وهو كل الشكر موصول لهم. إحنا نشكرهم إن شاء الله على الشاشة رسميا كمان، لأنهم ما قصروا حقيقة معنا في من أول لحظة. أي نعم، الحمد لله رب العالمين، بنشكرهم جميع الموظفين في الله يسلمك، الله يسلمك، خيرهم سابق ما شاء الله معنا، الله عليهم، الله يكرمكم يا رب، مبارك فيكم، نشوفكم على خير إن شاء الله. إذا احنا في الختام من بيت أم عدي، هذا البيت الطيب بأهله الطيب بالأطفال الحلوين الموجودين، بنكون وصلنا احنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج طيور الخير. كل عام وأنتم بألف خلف خير، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء. مثل الجسد الواحد نحنا بيشكي فرد اللب بكل